استكمالا لاخبارنا، نجل رونالدينو في تدريبات برشلونه. استدعى تشافي هرنانديز مدرب برشلونه جوار مينديز نجل النجم البرازيلي السابق رونالدينيو لاول مره في تدريبات الفريق الاول في ظل غياب عدد من اللاعبين الاساسيين في فتره التوقف الدولي. جوار يجيد اللعب بمركز راس الحربه ويعتمد على قدمه اليسرى ويأمل اللعب في حجز مكانة قريبة بتشكيلة الفريق الأول لبرشلونة، خاصة أن الفريق الكتالوني معروف عنه بمنح الفرص للمواهب الواعدة. خلوني هنا أسألكم، ابن الوزد دايما بيكون عوام ولا مش شرط؟ هل هنشوف رونالدينيو جديد ولا مش شرط نشوف نفس شكل المواهب؟ المفروض ان ابن الوزد عوام، بس ده مش ما يتقالش عليه بقى ابن الوزد عوام، ده ابن الساحر. ايوه يعني مش هينفع تبقى عيبه في حقه صراحه. ايه ده؟ يعني ايه ده؟ رونالدينيو بصي خلي بالك من حاجه، الكوره ليها اساطير كتير طبعا، يعني ومن دول مختلفه وامريكا اللاتينيه بصفه خاصه طبعا، لكن رونالدينيو ساحر بكل ما تحمله كلمه ساحر من معنى. انا دايما بشوف كده، بشوفه مختلف عن كل الكبار حتى واعظم اللاعبين، هو في حته ثانيه لوحده. اتمنى ان ابنه كمان يبقى عنده نفس الخاصيه دي عشان نستمتع السنوات القادمه يعني رونالدينيو الجديد، ميني رونالدينيو كده حقيقه. برشلونه زي ما انت قلت يا منى دايما متخصص في فكره يعني خروج المواهب الشابه، فاكيد مش هتبقى موهبه يعني فاهمه، اكيد هتبقى موهبه مختلفه. ففكره كمان وجوده في برشلونه لان النادي تحديدا بيدعم دايما المواهب دي، فاكيد هياخد فرصته. يمكن لو كان موجود في اي نادي تاني كان ممكن ان احنا يعني ممكن نشوفه او كان يتاخر مثلا في خطواته، ولكن فكره وجوده في برشلونه اكيد هيظهره بشكل اكبر واكتر خلال الفتره اللي جايه. يعني نتمنى اكيد نشوف اسطوره جديده، او يعني الناس اكيد كلها متوقعه ان هي تشوف الناس اكيد متوقعه تشوف شكل جديد او رونالدينيو بقى جونيور فعلا. خلونا نكمل اخبار